بعد الصاروخ الجديد، أمريكا تتوعد بتدمير نظام كوريا الشمالية، وترامب يهدد بعقوبات كبرى. القوات العراقية تواصل مطاردة داعش، وعشائر الأنبار تجدد دعمها الكامل ضد الإرهاب. ودولة الإمارات تحيي ذكرى يوم الشهيد بالفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن من آخر حلقات مسلسل التوتر الأمريكي الكوري الشمالي. نبدأ. اتوعدت الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير نظام كوريا الشمالية حال نشوب حرب معها، داعية كل الدول إلى قطع العلاقات مع بيونغ يانغ، فيما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات الكبرى ضد ذلك البلد الآسيوي. جاء ذلك على لسان سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن فجر الخميس لبحث أحدث عملية إطلاق صاروخية لكوريا الشمالية. في العراق، أعلنت عشائر الفلوجة غرب بغداد دعمها الكامل ومساندتها للقوات الأمنية العراقية التي حررت مدينتهم ومدن الأنبار الأخرى من احتلال داعش الذي استمر لأكثر من 3 سنوات. جاء ذلك خلال مؤتمر ضم قادة في الجيش ومحافظ الأنبار وشيوخ عشائر الفلوجة ومدن الأنبار الأخرى، أبدوا تعاونهم الكامل مع القوات الأمنية للتصدي لأي محاولة لخرق أمن مدنهم التي جرى تحريرها مؤخرا. مؤتمر اليوم، مؤتمر عشائر كويسة وبعض العشائر الموجودة ضمن قضاء الفلوجة، مؤتمرهم اليوم يعقدونه لغرض دعم القوات الأمنية ودعم الحكومة المركزية والحكومة المحلية في بسط الأمن والأمان. فأكيد إحنا دور العشائر هو دور مميز، وفقط العشائر والوجهاء وحتى المواطنين دورهم كان مميز في دعم القوات الأمنية ونقل المعلومات ونقل الخبر. أبناء الأنبار متوحدين على كل المستويات، على المستويات الإدارية والاجتماعية العشائرية الأمنية، وجاهزين لاستقبال الشركات الاستثمارية. مثل ما تعرف جنابك أن إمكانيات الدولة لا تفي بالغرض لإعادة الإعمار بسبب الأزمة المالية، ولكن لا تعفينا من مسؤولياتنا ولا تعفي الحكومة الاتحادية من مسؤولياتها. أكو خطة واضحة بالمرحلة القادمة لإعادة الاستقرار وإعادة الإعمار، وسيكون مؤتمر في دولة الكويت الشقيقة في منتصف شهر شباط القادم لاستقطاب الشركات الاستثمارية واستقطاب الدول المانحة لإعادة الإعمار. في ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تطهير 14,000 كيلومتر مربع في منطقة الجزيرة غربي محافظة الأنبار من احتلال داعش، مشيرا إلى أن الجيش قضى عسكريا على التنظيم في الأراضي العراقية. وأفاد رئيس الوزراء العراقي بأن معظم الذين كانوا قد اضطروا إلى النزوح جراء أحداث العنف قد عادوا إلى مناطقهم. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. 3 أعوام ونيف مضت على احتلال داعش مساحات شاسعة في العراق، مدة زمنية تحولت خلالها مدن كاملة إلى أطلال وبقايا هياكل أبنية تصفر فيها الرياح. نزح نحو 4 ملايين عراقي من منازلهم، ومن بقي في مدينته أذاقه التنظيم مر العذاب والخراب. أطلقت معركة التحرير الكبرى، تآكل ما يعرف بدولة الخلافة توالى يوما بعد يوم. تسارع وتيرة الانتصارات العراقية على التنظيم كان على أشده، حتى أضحت القوات العراقية اليوم على مرمى حجر من تطهير البلاد تماما من المتطرفين. آخر هذه العمليات العسكرية كان في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود العراقية مع سوريا. الجيش العراقي قال إن المرحلة الأولى من عملياته الواسعة بدأت لتحرير صحراء صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولا إلى الحدود السورية. 14,000 كيلومتر مربع في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق تم تطهيرها من قبل الجيش. جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقب اجتماع لحكومته في بغداد، مشيرا إلى نهاية وجود تنظيم داعش عسكريا في البلاد. تحرير تلك المساحات الشاسعة جاء في أعقاب تطويق القوات الأمنية محاور المناطق الصحراوية المستهدفة، فيما وفر طيران الجيش غطاء جويا كثيفا للقطعات العسكرية المشاركة في عملية دهم معاقل آخر أفراد داعش. يعد تحرير 50% من الصحراء الغربية البالغة مساحتها 29,000 كيلومتر مربع مسمارا جديدا يدق في نعش التنظيم.
يقول عسكريون إن هذه العملية هي آخر عمليات الجيش التي من المتوقع أن يعلن في نهايتها رئيس الوزراء الهزيمة النهائية للتنظيم في العراق. في الشأن السوري، تتقدم قوات سوريا الديمقراطية على حساب تنظيم داعش في الجهة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور لتضييق الخناق على التنظيم أكثر وتحصره في المناطق المتاخمة للعراق، محققة بذلك تقدما كبيرا على حساب التنظيم الذي يواجه آخر أيامه في سوريا بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها. الطريق إلى دير الزور يبدو آمنا أكثر مما مضى، وأثناء رحلتنا إلى الخطوط الأمامية للقتال بدت لافتة التنظيم السوداء على طول الطريق، ولاحظنا أيضا الحياة الطبيعية للمدنيين الذين عادوا إلى بيوتهم بعد تحرير قراهم وبلداتهم. يحمل جهازه اللاسلكي معه أينما اتجه ليواصل إعطاء التعليمات للمقاتلين. إنه أحمد أبو خولة، قائد مجلس دير الزور العسكري، الذي يبدو متفائلا وهو يحدثنا عن آخر التطورات في حملة عاصفة الجزيرة. سوف تبدأ العمليات العسكرية بالتقدم باتجاه الحدود العراقية السورية واقتحام هذه المدن الموجودة على ضفاف نهر الفرات وتطهيرها من مرتزقة داعش إن شاء الله. تبدأ العمليات العسكرية إن شاء الله بهذا اليوم باتجاه الحدود العراقية السورية، ولدينا أيضا قوات تفت عبر الصحراء من بين الحدود العراقية السورية باتجاه الباقوس، وسوف يتم قطع طريق الحدود بين سوريا والعراق عن طريق قواتنا في منطقة الباقوس عن قريب إن شاء الله. التنظيم الذي بقي في دير الزور وريفها أكثر من 3 سنوات تحصن جيدا فوق الأرض وتحتها. وحفر خنادقا وأنفاقا ليحتمي بداخلها. نحن الآن داخل أحد الأنفاق التي حفرها تنظيم داعش، والذي يبدو طولها حوالي 50 مترا، تحت الطريق العام الواصل بين الحسكة ودير الزور. طبعا في نهاية النفق شيار، لو تقترب أكثر. طبعا في نهاية النفق كما يتبين لنا يوجد العديد من الغرف، يبدو أن التنظيم كان يستخدمها للتخفي من الطيران الحربي، بالإضافة إلى تخزين الأسلحة في هذا المكان. في الخطوط الأمامية يرابط عدنان ورفاقه ويستعدون لأي هجوم مباغت لتنظيم داعش على نقاطهم. آخر أساليب مفخخات وزرع الغام بالمساكن المدنية، وتم تجينا يعني سيارات مفخخة بمنشآت مدنية. قوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى قرية الشحيل في ريف دير الزور بعد أن حررت معظم القرى والبلدات الواقعة شرق نهر الفرات، بالإضافة إلى حقول النفط ذات الأهمية الكبيرة. بعد معارك عنيفة استمرت حوالي 2 شهر، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على معظم المناطق الاستراتيجية الواقعة شرق نهر الفرات، ليتم حصر تنظيم داعش في منطقة البادية وتحقيق تقدم واسع لقوات سوريا الديمقراطية على حساب التنظيم. رونك شيخي لأخبار الآن من قرية الشحيل على خط التماس مع تنظيم داعش. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. بكثير من الاهتمام تلقت الأوساط المتابعة رسالة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الجديدة. الرسالة كشفت النقاب عن حقيقة ما يجري في القاعدة وبين قياداتها. مزيد من التفاصيل ضمن التقرير الذي كنت قد أعددته يوم أمس. رسالة الظواهري الجديدة كشفت المستور، هي حرب مفتوحة بين الظواهري والجولاني. الظواهري هاجم هيئة تحرير الشام والجولاني بعد 2 يوم على اعتقال قيادات أردنية بارزة منشقة عن الهيئة وتتبع للقاعدة. كلام الظواهري أكد الأزمة التي تعيشها القاعدة في سوريا وإلى أي مدى باتت كارثية بالنسبة للظواهري.
الظواهر يريد من الجولاني الالتزام ببيعته ويؤكد على أن نقض الجولاني لها يعد خطيئة كبيرة، ولكن الظواهر لم يدرك ربما أنه يعيش هو أيضا أزمة البيعة، فهو أعلن بيعته لزعيم طالبان هبة الله أخوانزادة، إلا أن هذا الأخير تجاهله. وأكثر قادة القاعدة الرئيسيين في سوريا لا يريدون أن يكونوا عبيدا لطالبان، ولهذا رفضوا بيعة طالبان. لذلك فإن مشكلة طالبان هي جزء من أزمة القاعدة في سوريا، وبلا شك أن زعيم النصرة أبو محمد الجولاني وعبد الرحيم عطون أبرز الشرعيين في النصرة، يستغلان أزمة طالبان لزرع الشقاق في داخل القاعدة وإضعاف الظواهر. إذا ما كنتم مهتمين بالاطلاع على مزيد من الأسباب والتفاصيل حول الحرب المفتوحة داخل القاعدة وبين القاعدة وطالبان، تابعوا موقع أخبار الآن خلال الساعات المقبلة. تحيي دولة الإمارات اليوم الذكرى السنوية ليوم الشهيد، ودعا مكتب شؤون أسر الشهداء أفراد المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين إلى الوقوف دقيقة للدعاء الصامت صباح الخميس فخرا واعتزازا بتضحيات شهداء الإمارات الخالدة في ذاكرة الوطن. وتقام في هذا اليوم مراسم وأنشطة وطنية خاصة تشترك فيها مؤسسات الدولة، ويستذكر فيه شعب الإمارات والمقيمون فيها بافتخار قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات. مشاهدينا، ترقبوا في تمام الساعة 11:30 وقفة تلفزيون الآن بدقيقة الدعاء الصامت للتعبير عن الفخر بتضحيات شهداء الإمارات، وندعوكم مشاهدينا الكرام إلى مشاركتنا هذه الوقفة. أيضا في أخبارنا، مسيرة احتفالية وطنية انطلقت من مدينة دبي للإعلام احتفالا باليوم الوطني الإماراتي 46، تخللتها كثير من الأنشطة الشعبية والثقافية. كاميرا أخبار الآن كانت هناك لمواكبة الاحتفالية. العطاء والبناء والخير، هذا ما تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام في عيدها الوطني. وفي عيدها 46 شاركت مدينة دبي للإعلام العرس الإماراتي بتنظيم مسيرة احتفالية كبيرة وعدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي عكست غنى ماضي دولة الإمارات المتمثل في تراثها وغزارة حاضرها وإنجازاتها. الاختلاف اللي موجود السنة عن كل السنوات باحتفال اليوم الوطني، بأن اليوم نحن جمعنا جميع المؤسسات والشركات والأفراد الإعلامية والمجموعات الثانية اللي تنضم تحت مجموعة تيكم باحتفال اليوم الوطني في مدينة دبي للإعلام. والاحتفالية هذه السنة يعني هي باب من أبواب أن نجمع جميع الأفراد والأشخاص أن يشاركون الفرحة، يعني في نوع من أن يبينون الشكر والعرفان للوطن. فالحمد لله اليوم بوجودنا، بوجود الرؤساء الشركات، بوجود الأفراد، حبينا أن نشارككم بيوم الوطني. الشركات المشاركة من كل أنحاء العالم تشاركنا في الاحتفالية، فنهنئهم ونهنئ أنفسنا على هذه المناسبة الطيبة، والله يدوم علينا وعليكم إن شاء الله. في مثل هذه الأوقات من كل عام تتألق إمارة دبي بأجواء احتفالية تجمع كل من تحتضنهم دولة الإمارات على أرضها من مواطنين ومقيمين للاحتفال بمسيرة عطاء مستمرة بدأت في 2 ديسمبر 1971، وتتوج اليوم ثمار نجاحها في احتفالات اليوم الوطني 46. 46 عاما من العطاء والبناء والخير، 46 عيدا يعانق فيها الفرح المهج في الإمارات، ويتميز فيها الجميع بأسلوبهم الخاص بالاحتفال والاحتفاء بمسيرة متميزة وعطاء فريد. آية تائب لأخبار الآن دبي. وليس بعيدا عن الإمارات تستقطب الشواطئ السعودية ممارسي رياضة الغوص من جميع أنحاء العالم، إذ يعد البحر الأحمر واحدا من أكثر المناطق جذبا للآلاف من هواة الغوص الباحثين عن الإثارة والاستمتاع
بطبيعته الخلابة ومن المستكشفين لأسراره الكثيرة القابعة في الأعماق. ما زاد الإقبال على الالتحاق في دورات التدريب على الغوص في أعماق البحر دون الخوف من تلك المغامرة. مراسلنا يامن مصباح والتفاصيل. 3 minutes safety stop. 3 دقائق safety stop. سارة ويارة وغنى وعمر وخالد ليسوا ككل الهواة، بل هم شباب وشابات يعشقون المغامرات. لا تنأ بهم مخاطر هوايتهم عن مواصلة تعمقهم بها. عشقوا خلالها مياه البحار وامتهنوا الغوص لاستكشاف الأسرار المدفونة وجمال الطبيعة البحرية التي تثير الدهشة والإعجاب والتي لا يمكن معرفتها إلا بالولوج في أعماقها. يعتبر البحر الأحمر خاصة من الشعب المرجانية النادرة والأسماك النادرة الموجودة تحت، وأسماك القرش أكثر من كذا صنف للأسماك القرش تحت، ويعتبر كمان في أثار من الأثار القديمة اللي قبل كم سنة، مثلا زي السفينة اللي تحت دحين. يعني في مختلف المرجان والشعب والأسماك، يعني شيء حلو الصراحة. بحس براحة نفسية كبيرة تحت الموية، طبعا بشوف حاجات جديدة واكتشف حاجات جديدة. حلو انه الواحد يخصص يوم في الاسبوع معين يمارس فيه هوايته يعني. وانا بالنسبة لي الغوص هو الهواية اللي انا اطلع فيها طاقتي حقت الاسبوع كامل. رؤية مناظر طبيعية لعالم ماء تحت الماء، احياء بحرية متنوعة وسفن غارقة يعود تاريخها الى اكثر من 100 عام. رياضة استكشاف بدأت بهواية وانتهت بممارسة يومية، شكلت جذبا سياحيا واهتماما كبيرا من محبي الغطس وممارسيها الباحثين عن الإثارة من شباب المملكة وسواحها. هلا أول شيء في شيء اسمه ديسكفري دايف، اللي هو بيكون شخص ما ولا بحياته نازل على البحر ممكن يعمل ديسكفري دايف. هو ما عليه يعمل شيء غير انه بس يتحكم بالماسك، يعرف كيف اذا فوت الماسك مي ويطلعون. بعدين اذا سجل في شيء اسمه اوبن ووتر، هي اول درجة بالدايفز. بعدين بينزل على عمق 18 متر مش اكثر. الشواطئ المفتوحة هنا واشعة الشمس وتواجد الدلافين شكلت مصدر اغراء للشباب والشابات لتمضية وقت مملوء بالنشاط والفرح، لكسر الروتين وممارسة رياضة الغوص والألعاب المائية والاستمتاع بالشواطئ الهادئة بها. تعد رياضة الغوص والألعاب المائية من أمتع الرياضات البحرية التي تستهوي العديد من الشباب والشابات من عشاق البحار وأعماقها، إلا أن هذه الهواية لا تحلو إلا برفقة الأهل والأحبة. يا مصباح الأخبار الآن جدة. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير: شادية ترحل عنا وتبقي في ذاكرة الأجيال رصيدا فنيا كبيرا. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحف العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدينا من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقرأ منها: وسادة القطن تسبب التجاعيد. جاء في تفاصيل الخبر: حذر خبراء العناية بالبشرة النساء من النوم على غطاء وسادة من القطن، لأنها يمكن أن تضيف سنوات إلى مظهرك من خلال التسبب في التجاعيد. ونصح الخبراء باستخدام وسادات ذات أغطية من الحرير، وأكدوا أنها أفضل خيار للراحة والجمال لأنها تخفض الاحتكاك بالوجه كما تقلل التهيج والحساسية. إلى صحيفة النهار اللبنانية التي اخترنا منها لكم آيفون جديد قريبا جدا. تخطط شركة أبل العملاقة لإطلاق نسخة محدثة من آيفون SE أوائل العام المقبل،
وفقا لما ذكره تقرير جديد من خدمة أخبار الاقتصاد الصينية CENS. وأفاد التقرير أن أبل تستعد لإطلاق هاتفها الجديد في الربع الأول من العام 2018، مع العلم أن أول آيفون SE كان قد أطلق في شهر آذار مارس من العام الماضي. ونطالع من صحيفة الوطن: الزواج يحمي من الخرف. قال باحثون في جامعة لندن كوليدج البريطانية أمس إن نتائج مراجعة أجروها على 15 دراسة سابقة عن الخرف أكدت أن الزواج يقي من هذا المرض. اتضمنت هذه الدراسة أكثر من 800 ألف شخص حول العالم، وكشفت الدراسة أن الذين قضوا معظم حياتهم دون زواج معرضون للخرف بنسبة 42% أكثر من المتزوجين. نعود إلى أخبارنا مشاهدين، وفيها أيضا: رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة المطربة شادية عن عمر ناهز 86 عام بعد صراع مع المرض. ولدت الراحلة شادية في 8 شباط فبراير من عام 1931، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما. واسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر. قدمت خلال مسيرتها الفنية 112 فيلما وعشرة مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلا في الأفلام العربية. تاريخ طويل وحافل من الإنجازات للفنانة الكبيرة شادية، والتي ولدت في 8 فبراير عام 1931، وقدمت للجمهور العربي في 40 عاما هي عمر مسيرتها الفنية ما يقرب من 112 فيلما وعشرة مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة. بصمتها واضحة، وكل الزمن ده بصمته واضحة، يعني دي ناس يعني ليهم بصمة وليهم أثر، ويعني أماكن بتفضى، أماكن بتفضى في الدنيا، بس هي عند ربنا وفي الجنة إن شاء الله. دلوعة السينما كما لقبها النقاد والجمهور. اسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر. رحلت عنا اليوم تاركة خلفها أعمالها التي لم ينساها جمهورها العريض الذي انتظر جثمانها أمام وداخل مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان أيقونة الفن، والذي وصل إلى المسجد ملفوفا بعلم مصر. أولها الله يرحمك، وكلنا بنحبك وبنحترمك، وانت قيمة كبيرة للفن، وهتفضلي عايشة بينا بفنك العظيم. ربنا يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمات الحزن والرثاء من كل الحاضرين من الفنانين المصريين أكدت على الحب الكبير الذي يحمله الجميع لهذه الفنانة الكبيرة التي أصيبت مؤخرا بجلطة في المخ بداية شهر نوفمبر الجاري. شادية التي أعلنت اعتزالها الفن عام 1986 عقب مشاركتها في الليلة المحمدية وغنائها للأغنية الدينية خذ بإيدي، ابتعدت عن الإعلام ولم تظهر حتى في برامج تلفزيونية أو في المهرجانات التي تكرمها. هل حقا رحلت شادية؟ عنوان كبير على صفحات الجرائد والمجلات وفي المواقع. جوابه لا، فصاحبة ذاك الصوت وتلك الأعمال التي أمتعت جمهورها على مر العقود باقية في وجدانهم، معبودة الجماهير. لأخبار الآن، عبد الله حميد، القاهرة. ما هو أجمل شيء حصل معك اليوم؟ سؤال نطرحه عليكم مشاهدين الكرام، وننتظر إجاباتكم عبر فيديوهات ترسلونها لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج يوم في حياتي. نتابع الزميل جمال العربي الذي جمع لنا عددا من هذه اللقاءات. مرحبا بكم متابعينا الكرام، اليوم معكم في حلقة جديدة من يوم في حياتي. طبعا أجمل شيء حصل معكم اليوم تشاركونا بفيديو قصير ترسلوه لنا إلى أخبار الآن لنشارككم طبعا هذه الفيديوهات. واليوم ستكون معي مذيعتنا عفراء الجول للحديث عن أجمل شيء صار معك اليوم أو أجمل خبرية سمعتيها عفراء. مرحبا جمال. طبعا أنا مشجعة مدريدية متعصبة جدا،
فأحلى شيء سمعته اليوم هو أنه حارسنا الأساسي اللي هو كيلور نافاس الكوستاريكي رجع من إصابة طويلة، فنحن سمعنا خبر أنه هو رجع ومستعد لحتى يشارك بالمباريات الجاية، خصوصا أنه هلأ نحن عنا مباريات صعبة كتير، فايتين على مباراة بدوري الأبطال مع دورتموند وعنا لعبة مع أتلتيك بلباو بالدوري، فهذا شيء كتير حلو أنه نافاس رجع لأنه نحن كتير بحاجته خصوصا بهالفترة، وخصوصا أنه ريال مدريد جايين على أبو ظبي ورايحين نحن لحتى نشوفهم، وكيلور نافاس الحارس رح يجي معه. رايحة تشوفهم في أبو ظبي؟ نعم. يلا نعطيكم موعد كمان، كنا طالعين نشوف ريال مدريد بأبو ظبي. هذا أحسن شيء حصل اليوم مع زميلتنا عفراء. ننتظر منكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا عبر صفحات التواصل الاجتماعي أن ترسلوا لنا فيديو لأجمل ما حصل معكم اليوم تحت هاشتاج يوم في حياتي. مرحبا، أنا آية تائب من تلفزيون الآن، وأنا اليوم متواجدة في إحدى جامعات دبي، ورح ناخدكم معي في جولة لتصوير فقرة يوم في حياتي اللي بتتكلم على أحلى شيء صار معك اليوم. نتابع. مرحبا، أنا أمال. أحلى شيء صار معي اليوم إنه كان عندي تسليم مشروع وكنت شوي متوترة، بس it was good. كان كويس. دكتورة روى، أنا حاسة دكتورة بالفلسفة والعلوم الإنسانية. أحلى شيء اليوم فقت الصبح، حسيت بطاقة إيجابية، حسيت إنه دائماً فينا نبتدي من جديد مثل ونتعلم ناخد حكمة من الليل والنهار. مرحبا، اسمي إسراء، وأحلى شيء صار معي اليوم إنه I had my morning coffee. مرحبا، اسمي ليال جمال، وأحلى شيء صار معي اليوم إنه الكلاس تكنسل الصبح. مرحبا، أنا اسمي ريم، وأحلى شيء صار معي اليوم إنه حكيت مع أخوي برا البلد. أنا I miss him so much، وإلي شي 5 سنين مش شايفته. مرحبا، أنا اسمي يعقوب، أحلى شيء صار معي اليوم إني قدرت فيه الصبح وروح الجيم. وبخبر رياضي نختم، إذ شق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو طريقه نحو المراكز الأولى لأعلى الحسابات من حيث المتابعة هذا العام على موقع انستغرام. واحتل رونالدو الذي حصل على المركز الثاني بعد أن بلغ عدد متابعيه على انستغرام 116 مليونا. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. بعد الصاروخ الجديد، أمريكا تتوعد بتدمير نظام كوريا الشمالية، وترامب يهدد بعقوبات كبرى. القوات العراقية تواصل مطاردة داعش، وعشائر الأنبار تجدد دعمها الكامل ضد الإرهاب. ودولة الإمارات تحيي ذكرى يوم الشهيد بالفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. دائما مشاهدينا كونوا معنا.